أهلا بكم في حلقة جديدة، أنا هاني على قناتكم المفضلة. حدث اليوم دايما بيكون فيه أخبار حصرية وفي دايما تداول لمعلومات مهمة جدا للغاية تهم الرأي العام السعودي واليمني وأيضا الوطن العربي. خبر اليوم مهم جدا وقد يكون أنه هو يشغل الرأي العام منذ حوالي أسابيع قليلة، وهو مقتل عبد الملك الحوثي وظهور صور مسربة لعملية مقتله أو جثته. والصور كانت بتوضح اللي هي منطقة اللي هي الوجه وعملية اللي هو مقتله، وتم تداول هذه الصور المسربة في بعض المواقع منذ حوالي 48 ساعة، وأيضا في قناة شهيرة جدا سعودية هي تداولت هذا الخبر في أنه صورة مسربة، ولكن طبعا طبقا لشروط اليوتيوب واحتراما للمشاهدين الصور كانت قبيحة جدا فلن نستطيع نشرها، ولكن احنا مغطين عملية الرأس يعني. ولكن حينما نتحدث عن هذه الواقعة المهمة جدا وهي تداول صورة لأول مرة تظهر صورة يعني عبد الملك الحوثي بعد ما قتله، فده يعتبر خبر وسبق كبير جدا، وبالفعل اهتمت به بعض القنوات يعني على اليوتيوب وتداولها قناة يعني شهيرة جدا سعودية. ولكن حينما تحدث عن أهمية الخبر وتفاصيله والمصداقية، انت عزيز المشاهد الآن انتبهت ان دي اول صورة، وانت يعني بالأكيد انت شفتها في بداية الحلقة واللي هو عملية اللي هي الانترو، لكن ده الصورة ديت مش يعني انا مقدرش انشرها، فبالتالي انا هشرح لك الصورة. طبعا حضرتك فرحت وانا فرحت ان دي اول صورة تظهر لعبد الملك الحوثي الراجل اللي هو يعني اوجع المملكة العربية السعودية والمواطن اليمني، لان هو اكتر من 7 سنوات كان يقوم بتقطيع لليمن وايضا بعملية الارهاب والاجرام في منطقة اليمن و المملكة العربية السعودية. ولكن حينما تحدث عن هذا الشخص وهذه الصورة، نكتشف أن هذه الصورة ليست تخص عبد الملك الحوثي، هذه هي الحقيقة. الحقيقة هذه الصورة قد تكون فوتوشوب أو هي لا تخص عبد الملك الحوثي. فحينما يكون هناك محتوى هادف ومهم ومصادر مؤكدة، لابد أن أحترم نفسي وأحترمك أنت عزيزي المشاهد في هذه الصورة. حينما تم تفحيص هذه الصورة وعملية تمحيص شديدة جدا لها، تأكدت هذه الصورة لا تتبع عبد الملك الحوثي، هي لا تتبعه تماما. لأننا قبل حوالي 2 أسبوع نشرت أيضا لصورة لحسن إيرلو في المستشفى وشرحت بالتفاصيل، ممكن تعود لهذه الحلقة. والمتابع لي منذ أكثر من حوالي 3 أسابيع هو يعني انتبه لهذه التفاصيل المهمة. تحدثت عن لابد أن نفرق ما بين الصورة الحقيقية والصورة المتداولة حتى نتأكد هذه الصورة حقيقية لهذا الشخص أم لا. الصورة أيضا لعبد الملك الحوثي حينما تدققت منها وجدت أن جبهة الرأس لا تخص عبد الملك الحوثي، من الممكن أن الشعر في أعلى جبهة الرأس ممكن أنه هو يكون يعني حصل لي يعني إصابة من القذيفة أو يعني شيء من مثل ذلك، ولكن لا يوجد أي قطع في الرأس، فبالتالي هو الشعر طبيعي. الصورة متداولة الشعر فيها يرجع إلى الخلف، ولكن يعني ما فيش شعر في الأمام والشعر يكون متأخر، ولكن الصورة المتداولة يعني هي تخص ذلك أنها ليست تخص عبد الملك الحوثي. الحقيقة أن هذه الصورة لا تخصه، يعني يوجد الشارب نعم يعني يوجد أنه يخص هذا الشخص، ولكن الشعر في أعلى جبهة الرأس ليس يخص عبد الملك الحوثي. فتأكدت أن هذه الصورة لا تخصه، فمن المهنية والمصداقية لا أستطيع أن أؤكد أن هذه صورته الحقيقية، فهي ليست صورة المتداولة هي الحقيقة لمقتل عبد الملك الحوثي، احتراما لك واحتراما لي. طبعا وارد جدا أن أنا أقع في خطأ وأن أنا أنشره، ولكن يعني لابد أن أدق جدا وأكون أحترم الرأي أو المشاهد والمحتوى اللي أنا بقدمه. ده كان أمر مهم جدا. الأمر الثاني، وزير خارجية إيران في مؤتمر صحفي أمير عبد اللهيان قاسم يعني تحدث عن الاحتفال الكبير عن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ويتحدث عن يعني عاملين عليه إن هو يعني مهرجان كبير جدا في جنوب لبنان ويعني وحتى في العراق، وكان المفروض أيضا يتم في اليمن، ولكن يعني لم يحدث شيء في اليمن، لأنهم طبعا في اليمن يعني نزيف شديد جدا للحوثيين والإيرانيين وفيلق القدس. فبالتالي هو يتحدث في تصريح مهم جدا، يتحدث أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الهالك يأتي لأصدقائه والمقربين منه في المنام ويلهمهم ويعلمهم يعني خارطة عمليات عسكرية
ان هم يقدروا يكسبوا بها يعني الجبهات والقتال. طبعا يعني ما شاء الله الراجل ده يعني فاشل وبيعلمهم الفشل، لان الراجل ده تم اصطياده في عمليه كبيره جدا للاستخبارات CIA والموساد في بغداد بعد خروجه من مطار بغداد. ده كان يعني هم بيضحكوا على الناس، بيعملوا لهم غسيل مخ ان هم بالنسبه لهم هو سيدهم وهو بالنسبه لهم الاله لهم، فهو يعلمهم العمليات العسكريه. في خبر تاني مهم جدا، صواريخ باليستيه وطائرات مسيره يعني إيرانية تم نقلها من مواقع في يعني الميليشيات الإيرانية اللي هي موجودة في صنعاء، تم نقلها من صنعاء إلى منطقة قيفا، والبعض وصل لمنطقة الزاهر. ده خبر حصري جدا ومصادر مؤكدة تتحدث عن نقل هذه الصواريخ، وبالتالي سيتم يعني اصطياد هذه المواقع، لأن ده بقى يعتبر مكان جديد وآمن ليهم، وأعتقد ممكن يكون حصل استهداف ليه أمس في الغالب. يوجد أيضا شيء مهم جدا، الملف العسكري اليمني قريبا جدا سيتولى قائد جديد يمني يحبه الشعب اليمني ووطني مخلص للقضية اليمنية، ومهما كانت المغريات هو الراجل ده هيكون أمين جدا على اليمن، وسيتم إقالة علي محسن الأحمر اللي هو نائب الرئيس، سيودع الساحة العسكرية قريبا جدا. الحوثيين المجرمين افتتحوا مكتب تمثيل لهم في العاصمة الألمانية برلين، وده يعتبر انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي، لأنها دولة غير معترف بها، أو الميليشيات الحوثية هي غير معترف بها، والحكومة الشرعية هي فقط التي معترف بها التي هي في عدن. فبالتالي إن ده أمر خطير جدا، وإن هناك قد يحدث فيه ترتيبات معينة للاعتراف بالحوثيين، أو قد يكون هناك ترتيب مسبق منذ حوالي يعني شهور قليلة جدا وعلمت به الاستخبارات السعودية، وده شيء مهم جدا إن احنا لابد أن نفطن له ونعرف هذه التفاصيل المهمة جدا والدقيقة. ده خبر مهم جدا وخطير، إن الحوثيين يقوموا بافتتاح مكتب تمثيل ليهم في برلين، معنى كده أن الدول الغربية يعني على اتفاق ووئام مع الحوثيين ومع إيران على يعني على فتح مكتب تمثيل ليهم، فإن هم يعني هيكون ليهم حكومة، بداية حكومة قد يعترفوا بيها. هنا بنقول إن الحكومة الشرعية اللي معترف بيها، السؤال موقف الحكومة اليمنية الشرعية إيه؟ يعني أنت لما تعرف خبر زي ده ومتداول في صحيفة ألمانية شهيرة جدا تداولت هذا الخبر منذ 48 ساعة، يعني أنت كحكومة شرعية يمنية أنت دورك هنا إيه؟ يعني رئيس الحكومة، الرئيس هادي، نائب الرئيس، الناس دي كلها فين؟ لما تعرف إن حكومة برلين افتتحت مكتب تمثيل ليهم، دي لو بتعترف بيها إن هي جبهة إرهابية أو ميليشيات إرهابية، وحكومة غربية تعترف بيها إن هي إرهابيين، كانوا لسه يستطيعون إن هم يفتحوا ليهم مكتب تمثيل. ده معنى كده إن هم يعني زي ما يكون مضطهدين، أو إن هم حكومة في الظل، أو إن هم هيفتتحوا ليهم تمثيل بعد ذلك، أو حكومة معترف بيها. ده أمر خطير جدا ومهم لازم تنتبه ليه الحكومة الشرعية اليمنية. ده من صحيفة ألمانية شهيرة، وده أمر خطير جدا لازم الحكومة اليمنية تنتبه ليه. أيضا يعني يوجد شيء برضو مهم جدا، طبقا لما قلته يعني أمس، إن في تواطؤ للأسف من أعضاء من الحكومة الشرعية اليمنية. نجد شخص يحمل صفة رسمية، مش هنقول اسمه دلوقتي، يعني مسؤول يمني يحمل صفة من الحكومة الشرعية اليمنية، وبيحمل صفة شرعية بقرار رئاسي من يومين، يعني من حوالي 72 ساعة بالظبط، بعد عملية السطو على السفينة الإماراتية اللي بتحمل اللي هي المستشفى الميداني العسكري السعودي في صنعاء في الحديدة. الشخص ده بيقول يعني يتبنى رواية الحوثيين وإنها بتحمل أسلحة، وبيشيع إن سفينة الشحن دي كانت تحمل أسلحة واعتداء عسكري. ده يعني بيتكلم في الموضوع ده تقريبا علني على تويتر. فده يعتبر ازاي انت يعني راجل تحمل صفة رسمية وبقرار رئاسي من الحكومة اليمنية، وايضا تتحدث عن ان دي سفينة بتحمل اسلحة للحوثيين، يعني السعودية والامارات بتمد الحوثيين بالاسلحة، وانت عايز ان انت توهم الناس بكده؟ انت راجل كده يعني غير امين على منصبك، وغير امين على الرسالة بتحملها، وان ازاي هنا الحكومة اليمنية فيها من الأعضاء اللي فيها غير وطنيين وغير مخلصين، ويتبعوا الحوثيين ويتبعوا إيران بالتبعية. ده أمر خطير جدا مهم. إن شاء الله في حلقة بإذن الله
بعد يعني عصر اليوم حلقة مهمة جدا، وانتظروني بإذن الله في بث مباشر في 11:30 بتوقيت الرياض. هنتداول مواضيع خطيرة جدا تخص السفينة روبي روابي آسف سفينة روابي الإماراتية اللي تحمل اللي هي العتاد، لأن في تفاصيل مهمة جدا في هذه العملية وصور مسربة مهمة جدا، وأيضا في أخبار حصرية هتسمعها إن شاء الله بإذن الله في حلقة تانية بعد دي بحوالي 3 ساعات، وأيضا البث المباشر مساء اليوم. إذا كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر في مواضيع ومصادر مهمة جدا وأخبار حصرية، اكتب في التعليق بتاعك انتظر إيه البث المباشر، حتى نكون هناك في يعني اهتمام كبير جدا للمحتوى الهادف وأيضا لنشره. وإن شاء الله دايما حفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، وجعلها في أمان دائم بإذن الله بلد الحرمين تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد سلمان، وأيضا عزيزي المشاهد واليمن ترجع يمن سعيد. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.